بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ مع بعض أول محاضرات دورة الأوتوكاد التنفيذية، وهذه الدورة موجهة للمبتدئين واللي عنده بعض المعلومات الطفيفة عن الأوتوكاد. وطبعا كلنا عارفين أن الأوتوكاد برنامج رسم هندسي ثنائي وثلاثي الأبعاد، وإن شاء الله في هذه الدورة حنتكلم أو حنركز على الرسم ثنائي الأبعاد. وأكيد كمان كلنا عارفين أن الأوتوكاد لا يختص بالمعماريين فقط، بإمكاني عمل المساقط الإنشائية، عمل المساقط الكهربائية، وعمل المساقط الصحية وما إلى ذلك. على العموم اسمحوا لي بشكل سريع أشرح منهج الدورة. إن شاء الله في هذه المحاضرة الأولى حنتكلم عن واجهات البرنامج الجديدة وكيف ممكن نتعامل معها، واللي بدأت من أوتوكاد 2009. وإن شاء الله في المحاضرة الثانية حنشرح أهم الأوامر والأدوات اللازمة لتنفيذ العمل. أما المحاضرة الثالثة فهي حتكون البداية التطبيقية والعملية لاستخدام برنامج الأوتوكاد، بحيث أني حختار مشروع في الغالب حيكون مشروع سكني، فيلا مثلا، ونبدأ مع بعض نرسم مساقطها. بعد هذه المرحلة حننتقل للواجهة الرئيسية في محاضرة لاحقة، ثم القطاع، وأخيرا حشرح ببساطة كيف ممكن أطبع المشروع. تقريبا هذا منهج الدورة، وأعتقد أن المعلومات اللي حقولها إن شاء الله كافية لأي مبتدئ أن يرسم أي مسقط، ويبقى بعد كذا دورك أنت في تطوير تجربتك مع برنامج الأوتوكاد. طيب خلونا نتوكل على الله ونبدأ. نفتح برنامج الأوتوكاد، حتظهر لي نافذة ويلكم سكرين بيشرح بعض الأمور الجديدة في أوتوكاد 2011. أفضل أن كل واحد يطلع عليها، ما حيخسر شيء. خلونا نركز على واجهة البرنامج. طبعا أول حاجة حنلاحظها هنا هو اللون الكحلي الجميل، واللي أنا الحقيقة حبيته. اللون هذا اعتمدت أوتوديسك في إصداريها للأوتوكاد العادي والأوتوكاد المعماري 2011. كان اللون الأسود هو اللون اللي اعتمدته أوتوديسك للأوتوكاد تقريبا حتى الإصدار 2008، وبعد كذا غيرت اللون إلى اللون الأبيض في الإصدارين 2009 و2010. الحقيقة أنا عمري ما استخدمت اللون الافتراضي للأوتوكاد، كنت دائما أحب أغير اللون للون الرمادي أو الرصاصي، لكن الحقيقة لون خلفية الإصدار 2011 أغراني فعلا باستخدامه. عشان كذا أنا في شرحي إن شاء الله أستمر على استخدام هذا اللون. على العموم خلينا نشوف كيف ممكن نغيرها للي حابب يغيرها. بنروح لشريط الأوامر، نضغط كليك يمين Options، من Display Colors، من Color أختار اللون مثلا الأسود. زي ما قلنا هذا اللون لغاية 2008. ممكن كمان أروح Options من هنا Application Menu Options Color، أقدر هنا أختار مثلا لون الأبيض، وهو اللون اللي اعتمدته أوتوديسك في إصداريها في 2009 و2010. طبعا مثل ما قلت أنا هستخدم اللون الافتراضي، أنا آسف. أوكي. طيب في حاجة كمان أحب أقولها بالمرة، لاحظوا الشريط هذا اللي فوق، لاحظوا الكالر هنا دارك، بإمكاني أغيره لايت. لاحظوا كيف اللون صار افتح، فانت حر يعني شوف الالوان والخيار اللي يناسبك، ما عندنا اي مشكله في يعني هذه يعني شيء شخصي. انا على ما هشتغل على الدارك. اوكي طيب خلونا الحين نتكلم عن النظام الجديد في واجهه المستخدم اللي بدات من اوتوكاد 2009 حتى 2011. النظام المستخدم فيه يسمى نظام الريبون. اوكي في مكان النظام السابق يسمى نظام المينيو، اللي هو قوائم الفايل والإيديت والفيو. حنشوف كيف ممكن ارجع للنظام السابق. طبعا اللي اشتغل منكم على مايكروسوفت 2007 اكيد لاحظ نظام الريبون، واللي يدل ان مايكروسوفت كانت هي السباقة باتباع هذا النظام، ويبدو ان اوتوديسك اخذت الفكرة منها. على العموم النظام هذا صار هو النظام الأساسي المتبع في جميع إصدارات أوتوديسك، بدءا من أوتوكاد والريفيت والأوتوكاد المعماري ومرور بالماكس والمايا. أعتقد كل برامج أوتوديسك بعد كذا هتكون بنظام الريبون.
عشان كذا أنا أنصح الجميع بالتعامل مع هذا النظام، ولو ركزنا فيه ما حنلاقيه اختلف كثير عن النظام السابق، بل بالعكس النظام هذا صار أفضل وأسرع وأسهل حتى في التعامل، غير أنه يوفر لي مساحة للرسم. ومع ذلك خلينا نشوف كيف ممكن نرجع للنظام القديم، مع إني ما أنصح فيه. من ورك سبيس هنا، أوكي، بختار أوتوكاد كلاسيك. لاحظوا النظام القديم اللي تعود عليه، فايل إيديت، القوائم المعتادة المعروفة. وممكن من هنا أرجع مرة ثانية، يعني ممكن من هنا ورك سبيس أو من هنا، أوكي. فخلينا نجرب من هنا، رجعنا للنظام السابق تبعنا. خلينا نتكلم شوية عن نظام الريبون. هنلاحظ إن الريبون متقسم تقسيمات فرعية، نسميها تابس، اللي هي هذه، تاب الهوم، تاب الانسرت، الانوتيت، فيو، وهكذا. وحنلاحظ ان كل تاب متقسمة لتقسيمات فرعية نسميها البانل، يعني draw panel او panel draw، modify، panel layers، annotation، annotation yes. وحنلاحظ كمان ان داخل كل panel مجموعة من التولز، اللي هي طبعا هنستخدمها ان شاء الله في رسم وتطبيق المسقط. طيب خلونا نشوف بامكانك الريبون هذه تعيد ترتيبها. بامكاننا نمسكها نغير ترتيبها، نخليها، يعني نشوف الخيارات الخاصة فيك، ممكن نخليها هنا. الميزة لو احنا خليناها هنا انك لو انتقلت لأي تاب ما حتتغير، حتبقى مكانها هنا، اوكي. طيب كيف نرجعها؟ حتحرك، حتلاقي سهم هنا return panel to ribbon، حنضغط عليه حترجع مكانها في الهوم، اوكي. حنلاحظ ان بعض البانل فيها سهم، بالضغط عليه يظهر لي مجموعة اخرى من التولز. بامكاني اضغط على الدبوس هذا فيثبتها لي، اوكي. كمان بعض البانل حنلاحظ فيها زي الانوتيت مثلا، حنلاحظ الدايمنشن، قلنا نضغط على هذا يطلع لي مجموعة من التولز، وفي زر صغير هنا، مثلث صغير هنا او ساهم، بالضغط عليه يطلع لي السيتنج الخاص بهذه البانل. طيب هنلاحظ كمان انه في ثلاث اوضاع للريبون، يعني السهم هذا بالضغط عليه يلغي لي التولز ويظهر لي فقط اسماء البانل، بالضغط عليه مرة ثانية يظهر لي ايضا الاسماء فقط، وبالضغط عليها يظهر لي مجموعة التولز داخلها، وضغطة أخيرة يظهر لي فقط التاب، بالضغط عليه يطلع لي البانل مع التول تبعه. طيب احنا هنحافظ على الوضع الافتراضي انها تكون ظاهرة قدامنا. طيب اعتقد كده هذا كل اللي اقدر اقوله في موضوع الريبون. خلينا نشوف الشريط هذا اللي فوق اللي نسميه كويك اكسس. الكويك اكسس هذا فائدته انه في بعض الاوامر والادوات اللي دائما المستخدم يتعامل معها باستمرار، زي النيو فايل والاوبن والسيف والسيف از والاندو والامور هذه وامر الطباعه. بامكانك طبعا انك تزيد بعض الاوامر هنا بالضغط على الساهم هذا، كل المؤشر عليه هنا هو اللي موجود فوق، بامكانك تضيف وبامكانك تلغي. بامكانك كمان انك شو بلو ذا ريبون، انك تخليها تحت الريبون. طبعا بتفيدنا هذه على فكرة انها تكون تحت الريبون، لان لاحظوا الشريط كيف طويل، بامكاني ان انا احط على الشريط هذا كل الاوامر اللي انا متعود استخدمها. يعني مثلا امر اللاين متعود استخدمه باستمرار، ممكن احطه هنا، بروح عند اللاين كليك يمين بقول له add to quick access toolbar، بالضغط عليه صار عندي امر اللاين هنا. بإمكاني الموف، أي أمر، يعني أي أمر تحبه، الدايمنشن،
بإمكاني كمان إن أخليهم ضمن مجموعات أو ضمن تصنيفات، إني بعد ما أضغط Add Separator هذا يعمل لي فواصل، الفاصل هذا اللي انتو شايفينه يعمل لي فواصل بين كل الأوامر. طبعا على العموم احنا شخصيا ما احتاجها، بس انت ممكن تستفيد منها انك تحط الأوامر اللي انت متعود تستخدمها باستمرار، حيوفر عليك وقت وحيسهل عليك الأمور، يعني بدل ما تقعد تدور على التولز داخل التابز. طيب اوكي، اعتقد باقي ممكن نتكلم عن الابليكيشن بوتون، اللي هو حرف الاي، هذا نضغط عليه بيطلع لي الابليكيشن منيو. طبعا هذه سهله، يعني ما اعتقد ان فيها صعوبات، القائمه المعتاده يعني نيو، حفظ ملف، اوبن، يفتح لي ملف، السيف يحفظ الملف اللي انا شغال فيه، سيف از يحفظ لي ملف باسم مختلف، الاكسبورت لتصدير الملف بامتداد مثلا دي دبليو اف او بي دي اف مثلا، البرنت حنحتاجها ان شاء الله في اخر محاضرة لما نتعلم الطباعة، اذا حابب تعمل ببلش المشروع، حابب ترسله. القائمة هذه اللي هي drawing utilities جميلة، فيها بعض الاوامر اللي تفيدك، مثلا drawing properties يظهر لك المعلومات او بعض المعلومات عن الملف اللي انت شغال فيه، عندك كمان اليونت لو حبيت، لو انت شغال بالنظام المتري وحبيت مثلا تشتغل بنظام اخر غير النظام المتري من هنا ممكن تغير. اوكي I think هذه بورج، I think اذا نطق ليها صح. على العموم هذه فائدتها انك تنظف المسقط من اي لايرز زيادة او غير مستخدمة، تنفعك كثير، او خطوط موجودة في الرسم وما لها اي استخدام. على العموم بيساعدني كثير في تنظيف الملف بحيث انه يقل حجمه. ونيجي لكلوز، اما انك تغلق الملف الحالي اللي انت شغال فيه، او انك تشغل تغلق تسكر كل الملفات المفتوحة عندك. طبعا اذا غلقت كل الملفات اللي عندك انت حتغلق الملفات فقط، لكن الاوتوكاد حيفضل مفتوح. ممكن انك تخلو من الاوتوكاد اكزايت اوتوكاد او بالاكس اللي احنا متعودين عليها. هنا اللي هو يخدمني في، يعني الامر يخدمني هذا يخدمني في ترتيب الملفات او في ظهورها، ان تكون بالتواريخ او ليست او بالحجم، يعني يعيد ترتيبها فقط مش اكثر. وهنا يعرض حجم الايكون، ممكن اكبر سمول يظهر لي بعض التفاصيل اللي داخلها او هنا بشكل اكبر، فانت شوف ايش اللي انت يتناسب معك. اخيرا اعتقد مش باقي لنا غير، طبعا هذا هنا انفورميشن سنتر، هذا فائدته الهلب اذا عندك اي حابب تدور على اي معلومة في النت او في داخل البرنامج اكتبها هنا، وهنا الهلب حق الاوتوكاد، يعني ما في ما استخدمه انا الحقيقة. عندك الشريط الاخير هذا اللي هو شريط الاوامر، الكوماند، شريط الكوماند، الشريط هذا الحقيقة مهم للمبتدئ، لان هو وسيلة التخاطب بين المستخدم والبرنامج. الحقيقة انا انصح المبتدئ ان باستمرار تكون عينه على هذا الشريط، لانه حيسهل له كثير من الامور اللي ممكن تكون غايبة عنه، وان شاء الله مع الممارسة والوقت حيخف ارتباط المستخدم بهذا الشريط، بحيث انك خلاص مطبق الامر بدون ما تقرأ ايش الاوامر اللي يعطيك اياها البرنامج، خلاص انت حتفهم مع الوقت ان شاء الله كيف تتعامل معه. عندي هنا شريط الحالة، شريط الحالة انا ما هشرحه الحين، لكن اكيد حنستخدم بعض الاوامر اللي فيه ان شاء الله لما نبدأ الرسم. هنا التنقل بين الملفات، لو عندك اكثر من ملف مثلا
مفتوح ممكن انتقل ليهم، او التبديل بين وضع الموديل او وضع اللاي اوت. اعتقد هذا كل اللي عندي في هذه المحاضرة. إعادة سريعة، تكلمنا فيها عن خلفية البرنامج وكيف ممكن نغيرها، تكلمنا فيها عن الريبونز والتابز والتولز الخاصة فيها، تكلمنا عن الابليكيشن منيو بشكل سريع وعلى شريط الأوامر. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن المحاضرة تكون مفهومة ومفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.